قاعدين في امان الله وبنتفرج على مباراه المارد الاحمر قصاد الحرس الوطني او بطل النيجر، وفجاه كده يا سيدي لقينا ان الحارس بتاعهم دخل في احد لاعبي النادي الاهلي دخله كانت تحس كده ان الحارس قاصد انه ياخد ضربه جزاء او انه يدي الفريق اللي قصاده ضربه جزاء، الا بقى ان جالك واحد وقال لك ان ضربه الجزاء اللي دخلت في النادي الاهلي دي ظلم، ما تعرفش بقى هو شافها ازاي او الموضوع جاله ازاي. وقبل تفاصيل الموضوع ده يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جت في العرض. في البدايه كده لو انت مش متابعني او مش مشترك في القناه فلازم تعرف ان انا بقدم محتوى رياضي محايد، ولا بنتمي للاهلي ولا بنتمي للزمالك، كل النوادي عندي سواسيه الكل واحد. وقبل طبعا ما ندخل في التفاصيل اللايك الجميل بتاعك، لان اللايك ده طبعا هيخلي الفيديو يظهر لكل الناس اللي عندي على اليوتيوب، ده طبعا بعد الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وتعالوا كده سريعا نروح نشوف يا سيدي قصه ضربه الجزاء الظلم. خليني كده ابدا معاكم باللقطه اللي حصلت في اول المباراه. من اول المباراه كده تحس ان المباراه فيها حاجه غريبه، يعني لما اجتمعوا مع بعض اللعيبه قبل ما المباراه تبدا تحس كده ان اللعيبه كلهم ساجدين على الارض، ما تعرفش هما بيقولوا او بيعملوا ايه، حاجات غريبه جدا كانت بتحصل. اللعيبه داخله بكل قوتها، اللعيبه داخله تكسر تكسير ابن لذينه تحس كده ان لعيبه الحرس الوطني لا انت لازم ايه بتصيب لك ثلاث اربع لعيبه، ما انت كده كده خلاص ما فيش حاجه بتبكي عليها، فانت لا لازم اللي هو ايه لا تشد حيلك شويه، كسر براحتك، خد فاولات براحتك ولا يهمك، عيش حياتك كده كده ايه انت في الاول وفي الاخر هتتهزم، ده النادي الاهلي بطل افريقيا والراجل اللي بيروح كاس العالم الانديه كل مره ومش عارف ايه وكلام كتير جدا، فتحس ان اللعيبه داخله تكسر فقط لا غير، ما تعرفش بقى. انا بصراحه انا مستغرب جدا يعني في المباراه دي ان كل اللعيبه شغاله عماله تكسر في لعيبه الاهلي بطريقه غريبه الشكل، ولكن مش موضوعنا هو ده، موضوعنا الاهم وهو الشخصيه اللي شايفه ان دي ضربه جزاء ظلم للنادي الاهلي. انت شفتها ازاي؟ بس هو ده اللي انا عايزه دلوقتي، وتكتب لي رايك في تعليق دلوقتي وتقول لي انت شفت ضربه الجزاء دي ازاي. انا بقول لك ان الحارس تحس ان الحارس قاصد يدي الفريق اللي قصاده ضربه جزاء، فلما تيجي انت وتقول ان ضربه الجزاء من اساسها ظلم فالطبيعي ان واحد زي لازم يستغرب. يا جماعه لاعب النادي الاهلي واقف يعني بيدوبك كده بس بيستلم الكوره وجه الحارس ديف راح ضربه من ورا، اللاعب وقع على الارض ومش عايز تديها له ضربه جزاء، يعني ازاي يعني؟ تخيل بقى ان الحكم ده يعتبر من اهم القرارات اللي اخذها في المباراه هو ان ادى للنادي الاهلي ضربه جزاء. واحد يقول لي يا عم انت شكلك اهلاوي وعمال تتكلم وجاي مع النادي الاهلي وبتقول اي كلام، المهم ان يكون جاي مع النادي الاهلي فقط لا غير. اقول لك يا سيدي انت لو متابعني من فتره او انت اول مره تشوفني اعرف وثق تمام الثقه، انا ولا بشجع الاهلي ولا بشجع الزمالك، ولو انت مش مشترك اشترك في القناه وتابعني وهتعرف ده وهتتاكد بنفسك وهتلمس ده بايدك ان انا فعلا ما بنتميش لاي نادي، ولكن انا ما بقولش غير الحق فقط لا غير. طبعا في ناس كتير جدا متابعاني وعارفه ان نادي الزمالك لما بيكون لاعب قصاد الاهلي وتكون في ضربه جزاء بطلع بقول ضربه جزاء، النادي الاهلي لو لاعب قصاد الزمالك وليه ضربه جزاء وما اتحسبتش اقول لك ان في ضربه جزاء وما اتحسبتش للنادي الاهلي، هتلاقيني بص بفنط لك كل حاجه واحده واحده كده بالبلدي، وانا ما بنتميش لاي نادي في الدنيا غير ان انا بجيب لك الاخبار فقط لا غير. شغلتي في الصحافه ان انا كده كده بكتب عن كل الانديه في مصر، فالطبيعي ان انا اللي بكتبه بطلع وبعمل عليه فيديو بشرحه لك وبفهمه لك، لو في حاجه غامضه عليك هتلاقيني طالع وبتكلم بقول لك الحاجه الغامضه صفتها 1 2 3، ولكن ما بتجودش من عندي، ولكن ما بضيفش حاجه من عندي، ما بألفش من دماغي. اي نعم في ناس بالفعل بتصنفني كأهلاوي او بتصنفني كزملكاوي، ولكن ده شيء يخصه ما يخصنيش انا، ولكن دي ضربه جزاء يا جماعه حقيقيه بنسبه 100% وليس 90% ولا 95% ولا حتى 99%، لا هي قرار صحيح بنسبه 100% من حكم المباراه. وده كان الفيديو باختصار، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه.